رسالة مني الأخيار يم الشباب اخذوها انتم فخر هاي القاع رايتنا عليتوها رسالة مني انتظرونا عاجلا لمشاهدة البث المباشر للمهرجان 35 المهدي علم تقوى وصدية أخلاق بابل السبت 14 من جمادى الآخرة يعني 1441 للهجرة الساعة 2 ظهرا ويتضمن المهرجان تلاوة القرآن ومحاضرات وعظ وأرشاد وبحوث حوارية مستوحاة من فكر السيد الأستاذ وقصائد تضامنا مع تظاهرات شباب العراق الذين أرادوا الوطن بكل بساطة ووضوح وبراءة وطيبة وسلمية وأخلاق وترحما على أرواح الشهداء وتضحياتهم وبمشاركة نخبة من الباحثين والقراء والرواديد والذاكرين من الشباب والأشبال للاستفسار الاتصال على الأرقام التالية 0770-378-1770 0770-370-2874 لمشاهدة البث المباشر على المركز الإعلامي يمكنكم متابعتنا عبر الروابط التالية